المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء. نبدأ معكم بالعناوين. بمطار الخرطوم، الثروة الحيوانية تدشن أول شحنة للحوم المبردة لمصلحة الجزائر. إهداء كونغولي يعيد صقور الجديان لأجواء أمم إفريقيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دشنت وزارة الثروة الحيوانية بمطار الخرطوم بالتعاون مع بعض الجهات من القطاعين العام والخاص أول شحنة من اللحوم المبردة المشفاة إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بجملة تصل لأكثر من 100 طن. وقال وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، قال إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لموجهات قمة الجزائر إنفاذا لتوجيهات البلدين، حيث تمت تفاهمات أفضت إلى الاتفاق على تدشين هذه الشحنة والتي تعتبر الأولى لمنطقة شمال إفريقيا. فيما قال وزير النقل هشام أبو زيد، قال إن عدد الجهات المختصة شاركت في إنجاح هذا العمل، وإن هذا يدل على إحكام التنسيق بين كافة الجهات. من جانبه قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية السيد حسن التوم عبد الله، قال إن القطاع الخاص مثل أهمية قصوى في موضوع الصادر، مشيدا بجهود شركة زادنا ومسلخ الكدرو لدورهما الفاعل في تجهيز هذه الدفعة من لحوم الصادر. وعبر سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بالسودان السفير مراد أسعد، عبر عن سعادته بهذه الشحنة وأنها تمثل أولى الثمرات للقمة العربية خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي والرئيس الجزائري، مشيرا إلى أهمية وجود تكامل اقتصادي بين البلدين، مضيفا أن العامل التجاري مهم ومؤكدا السعي لتطوير التعاون، وأن الفترة القادمة ستشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين السودان والجزائر. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لما تم في القمة العربية التي عقدت بالجزائر في نوفمبر الماضي، الذي حضرها السيد رئيس المجلس الانتقالي السيد الفريق عبد الفتاح البرهان، والتي تم الإقرار فيها بمبادرة الأمن الغذائي العربي. لذلك تأتي هذه الرحلة إنفاذا لتوجيهات قيادة البلدين. أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار دعم الوزارة لمناشط التربوية للطلاب لنشر الوعي وتنمية الفكر وسط الطلاب. وقالت فاطمة عياض مدير البرنامج القومي بالإدارة العامة للأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في ليالي مؤسسة الجودة الرمضانية، قالت إن مثل هذه الليالي تزرع القيم التربوية والوطنية لدى الطلاب، وكشفت عن أن المناشط التربوية اللاصفية تعمل على إعلاء القيم الوطنية في المجالات الاجتماعية والثقافية لدعم نمو الطلاب عقليا وجسديا للنهوض بالمجتمع. وأكدت فاطمة أن المناشط تأتي لدعم الطلاب وزيادة التحصيل الأكاديمي بصورة جيدة ومحاربة المخدرات. ومن جهته قال الضوء مكي أحمد نائب المدير العام لمؤسسة الجودة، إن هذه الليالي بمؤسسة الجودة تشمل إقامة الإفطار الجماعي السنوي وليلة المديح النبوي والليلة الثقافية بمشاركة من شركاء العملية التعليمية من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وأكد أن هذه الليالي هي لتنمية مهارات الطلاب وإبرازها للمجتمع، مع الإسهام في نشر الوعي ومحاربة العادات الدخيلة في المجتمع السوداني مثل المخدرات والانفلاتات الأمنية. وفي هذه الليالي سوف تشارك فيها أكاديمية الجودة للمناشط الفنية والثقافية والتربوية في ليلة كاملة لتظهر المهارات التي يكتسبها الطلاب وإبرازها لأولياء الأمور ومساهمات الطلاب، لأنهم هم القدر المشرق لهذا السودان. دشن ديوان الأوقاف الإسلامية ولاية سنار برنامج توزيع فرش المساجد والزوايا زيادة على توزيع سلع السكر لأئمة المساجد والمؤذنين. وخلال مخاطبته برنامج التدشين، دعا والي سنار العالم إبراهيم النور، دعا إلى نشر ثقافة الوقف وسط المجتمع، مؤكدا اهتمام حكومته برعاية الوقف بكل أنواعه المشروعة والعامة. فيما أوضح مدير ديوان الأوقاف ولاية سنار نور الدائم المهدي، أوضح أن الديوان درج على الاهتمام بالمساجد وتعهد بالصيانة وتوفير مطلوباتها في كل عام، مشيرا إلى أن بعض صيانة المساجد بلغت تكلفتها أكثر من 10 مليون جنيه، فإن برنامج فرشات المساجد والزوايا الحالي تجاوز 5 مليون جنيه،
مبينا أن الأوقاف يعود ريعها إلى المساجد واليتامى. تدشين توزيع فرش بتكلفة 5 مليون جنيه، وسكر للأئمة والمؤذنين بتكلفة 2 مليون، وده عمل يعني حاجة بسيطة ولكن كبيرة في معناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل في ميزان الحسنات، والشكر أجزله لكل من حضر وكل من ساهم وكل من سعى لتطوير الوقف. الليلة في أول يوم في رمضان بندشن معينات موجهة لأخواننا في ديوان الزكاة، وأخواننا في الأئمة وأخواننا المؤذنين على مستوى الولاية بتكلفة 7 مليون. نفتكر أنه يعني هذه الفرشات وهذه العانات إن شاء الله تكون خير معين لأخواننا الأئمة في قيادة العمل. وقف المهندس الصادق محمد عثمان وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض على تجربة حزم الأعلاف، وهو برنامج يهدف إلى الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية ونباتات المراعي الطبيعية، وذلك عن طريق الحزم بواسطة الآليات التي تقوم بالقطع واللم والحزم، مما يجعل الأعلاف محتفظة بقيمتها الغذائية وسهلة الترحيل والتخزين لتوفير أمن الغذاء للحيوان في زمن الندرة وسد الفجوة العلفية لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية. وهذا ويأتي البرنامج بتمويل من إدارة المراعي الاتحادية كمال دوار من صندوق تنمية الثروة الحيوانية. وقال الصادق إن هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من مخلفات المحاصيل، لا سيما وأن الولاية تزخر بثروة حيوانية تفوق 20 مليون رأس، فيما أوضحت المهندسة وصال الشيخ محمد مدير إدارة المراعي والعلف بالولاية أن المشروع بتمويل من إدارة المراعي الاتحادية ويهدف إلى الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية. الهدف منه هو توفير أعلاف في الفترة بتاعة النقص في الصيف، ونحن البرامج تم عبر مراحل مختلفة، هو فيها مرحلة الإرشاد الحقلي للمزارعين والرعاة في عدد من المحليات تندلتي وقولي والسلام لفترة بتاعة 15 يوم من ثم، وذلك لإقناع المزارعين بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعة الذرة وغيره. فلذلك نحن مستهدفين في هذه المرحلة 7000 حزمة، والآن المنجز منها 500 حزمة، وهناك تعاون كبير بيننا وبين أخواننا في كندا في إطار توفير العلف لسد الفجوة الغذائية. والهدف من الكلام ده كله هو المحافظة على العلف في قيمته الغذائية في فترة الصيف، بالإضافة لتقليل التكاليف من حيث التخزين والعمالة. فلذلك إحنا من ناشد أخواننا المزارعين ومربي الماشة في التعاون معنا في إطار هذا العمل الكبير الذي يؤمن العلف في الفترة بتاعة النقص في الصيف. نشاط مكثف تشهده إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالنيل الأبيض من حيث توفر المخزون الدوائي وتغطيته لكل مستشفيات الولاية. المزيد في تقرير النيل الأبيض. أدوار متعاظمة يبذلها الصندوق القومي للإمداد الدوائي بالنيل الأبيض من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، ومن خلال تجوال كاميرا الشروق داخل مخزون الدواء رصدت انسياب أدوية الطوارئ وأدوية الأطفال دون سن 5 وأدوية الدعم العالمي مثل الملاريا والدرن والإيدز والتي توزع مجانا للمواطنين. والأدوية دي بتجينا بطريقة منتظمة كل 3 شهور من الصندوق القومي للإمداد الطبية. والسن المخزون قدامكم ده مخزون لعام نهاية عام 2022 عام 22 وبما فيه مخزون الأمان. مدير الصندوق القومي للإمداد الدوائي بالنيل الأبيض دكتور محمد عبد الباقي محمد ثمن دور حكومة الولاية ودور الصندوق القومي للإمداد الدوائي المركزي ودعمهم لكافة المناشط من أجل تحقيق أهداف الصندوق وتحقيق الانتشار الدوائي لكل محليات الولاية. نحن بنشكر إخوتنا في رئاسة الصندوق اللي فتحوا لنا مجال كبير للورش والتدريب والتأهيل للكادر، واللي ساعين سعي حسيس لأنه نوفر للمواطن الأدوية عبر حكومة السودان، سوى الأدوية المقدمة عبر الحكومة، البرامج المجانية والأدوية المدعومة عالميا والأدوية الاقتصادية المقدمة بالقيمة الاقتصادية المخفضة اللي بيساعد بها المواطن.
يقوم الصندوق القومي للإمدادات الطبية ولاية النيل الأبيض بتخزين وتوزيع الأدوية لكل محليات الولاية المختلفة عبر وزارة الصحة. لقناة الشروق الفضائية محمد الفاتح موسى، ولاية النيل الأبيض، من مقر الصندوق القومي للإمدادات الطبية ربك. رياضيا، خلط منتخب الكونغو الديمقراطية أوراق مجموعة صقور الجديان بعد أن حقق أول انتصار له في المجموعة على المنتخب الموريتاني المرشح الأقوى للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا بساحل العاج، وجعلت خسارة موريتانيا أمام المضيف منتخب الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف جعلت منتخب السودان في قلب المنافسة، وسيكون الفوز على منتخب الجابون في الجولة المقبلة باستاد الهلال كافيا للصعود إلى المركز الثاني خلف الجابون المتصدر بسبع نقاط. وأصبح المنتخب الوطني أمام تحد أكبر بضرورة تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام الجابون باستاد الهلال حتى يرفع من حظوظه في المنافسة على خطف بطاقة التأهل، سيما وأن منتخبنا الوطني ستكون أمامه مباراة أخرى على أرضه أمام نظيره الموريتاني، والفوز فيها سيجعله يتقدم أكثر نحو التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية بكوتيفوار 2023. وأخيرا تذكير بالعناوين. بمطار الخرطوم الثروة الحيوانية تدشن أول شحنة للحوم المبردة لمصلحة الجزائر. إهداء كونغولي يعيد صقور الجديان لأجواء أمم إفريقيا. وصلنا معكم إلى نهاية هذا المساء، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.